غريب جدا حافلة اتحاد بن قردان يقع الاحتفاظ بها بعد اكتشاف انها تحتوي على مواد مهربة. تم الاحتفاظ بالحافلة ثم تفريغها من كل محتوياتها وتدوين محضر. رئيس اتحاد بن قردان يستقيل بعد هذا. راجعين بعد شوية على كل هذه التفاصيل. ميركاتو نادي الافريقي متواصل والطيب المزياني رسمي كلوبيست وينضاف الى بيكورو لاعب الجامبي اللي كان صحح البارح. نسألوا اليوم اي اضافة لزوز اللاعبين هذوما كيفاش يمكن توظيفهم لفائدة النادي الافريقي. وترجي دي تونسي يستفيد من موهبة جامبية في عمر 18 عام لكن بأي ثمن؟ شنو هي قيمة اللاعب هذا؟ كيفاش ينجم يفيد الترجي دي تونسي؟ شنو هي البوست نتاعو؟ شنو هي الامكانيات نتاعو الكل اللي خلاته ينتقل الى الترجي في عمر 18 عام؟ يكون معنا بالتليفون زاد في اخر البرنامج سيد مهدي عبد المولى رئيس اللجنة العليا للدعم التابعة للنادي صفاقسي. واي مصير للإدارة فريق النادي صفاقسي؟ هذه كل التفاصيل باش نحطوا فيها اليوم. بالإضافة لتفاصيل اخرى يحضر معايا اليوم كالعادة لاعب دولي سابق والمحلل لاعب سابق والمحلل الفني والناقد الرياضي القدير رضا بوراوي. اهلا وسهلا. زدتك الدولي هذيك ونسيت اللي انت ما لعبتش ليكيب ناسيونال. شو تفضل رضا. السلام عليكم. اهلا وسهلا مرحبا. هاي خلينا نرحبوا اول ابريسيون في ريكاب سبور لاعب سابق للنادي الافريقي شكري زعلاني. اهلا وسهلا شكري. سعداء بانضمامك لعائله موزايكا فهم. اهلا وسهلا. كل شرف لي وسعيد جدا بوجودي معكم. مرحبا ان شاء الله سيزون ناجحه شكري. رحب بدليل في الاخراج طه في الاخراج الرقمي اشرف كالعاده معنا في البرودكسيون. بعد شويه نتحدثوا على حافله اتحاد بن قردان والمواد. ريكاب سبور حيدر الشرني. ريكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. اليوم الاحتفاظ بحافلة اتحاد بن قردان اللي كان على متنها عديد المواد المهربة حسب البلاغ الصادر على صفحة رسمية لوزارة الداخلية اللي كانت نشرت حتى فيديو. المواد ذي هي عبارة على تجهيزات إلكترونية تلفز وغيره. فما حاجات أخرين والله سيبون داري ما نحبش نشجع على التدخين والحكايات اللي تشبه له. دونك فوالا دونك مواد مهربة وقع تحرير محضر باسم واحد من المسؤولين اللي كان على متن الحافلة ذي. والفيديو تنجموا تشوفوه حتى معنا على بالنسبة للمتابعين على سبور باي موزايك فام والباج الكبيرة متاعنا موزايك فام. تشوفوا شنو المواد ذي وقع ضبطها على علامات حافلة اتحاد بن قردان اللي كانت متجهة لسليمان وفي منطقة في جابس تحديدا. تم ضبط الحافلة هذه كما قلت لكم تنجم تلقاو حتى على صفحة رسمية لوزارة الداخلية كل هذه التفاصيل. حقيقة حبينا ناخذ أكثر إيضاحات أكثر تفاصيل مش حاطه في الموضوع. ما نحبوش نظلم حتى إنسان ما نحبوش تتنتهموا حتى إنسان لكن هذا اللي ورد في بلاغ صفحة رسمية لوزارة الداخلية. رضا بوراوي غريب غريب. شوف أولا ساعة قبل ما أنا نستغرب وأنه ساعة أولا يزمنا أن بعده نادي وفريق اتحاد بن قردان من هذا الموضوع. هذا أكيد عمل شخصي وليس نادي بن قردان. كل تأكيد لأنه حتى المحضر تم تحريره باسم مسؤول هو يعني هو اللي اعترف أنه لأنه اسم النادي أنجو حتى الكار اللي شدوها مكتوب عليها معناتها الكار متاع اتحاد بن قردان. شو نقول أنا؟ هل الكار هذه هي متاع اتحاد بن قردان؟ هل يسوقها نامبورتكي وإلا فما شوفور متاعها؟ اللي نعرفه أنا كيما الترجي كيما النادي الافريقي كيما صفاقس كيما الاتوار كيما ليكار اللي عندهم اللي بيوس هذوما فما شوفور هو اللي سوقها. المفتاح هذايا عند شكون كان وشكون ساق الكار هذايا؟ يعني البحث يجي بعد من بعد مازلنا في المرحله يعني الأولية. معقوله كار في نادي واقفه تخرج وحدها بدون سائق وهالسائق اللي خرج بها هل هو من نادي ولا مش من نادي؟ بالضبط. خليني فقط نقرأ شنو اللي جاء في البلاغ رضا لأنه مهم. بلاغ موجود على صفحة رسمية لوزارة الداخلية تقول تمكن الدورية التابعة للمصلحة الخامسة لحرس المرور العامة بطريق السيارة ألف واحد من إيقاف حافلة تابعة لإحدى جمعيات كرة القدم على مستوى محاول وذرف متجهة إلى مدينة سليمان مذكور عنها فيها ثلاثة لاعبين ومسؤولين بالجمعية والسائق محملة ببضاعة مهربة مختلفة تتمثل في 2520 شاشة هاتف جوال ذكي 230 شاشة هاتف آخر عدد 2 تلفاز
544 كيلوغرام من الفواكه الجافة، 111 كيلوغرام جيراك عادي. والله سامحوني، نجموا يعذرونا الناس اللي يسمعوا فينا يفهم. 24 كيلو معصب فاخر بلغت قيمتها الجملية حوالي 231 مليون دينار، ألف دينار، قيمتها 230 مليون، وباستشارة النيابة العمومية تم حجز البضائع وتحرير محضر جبائي في الغرض. شكري معصل وجيراك وتلفز وفي الحكاية اللي تعطي حد بنجر. ما فهمت، لا سمحني حيدر، لا كنت تحكي في الهلال هو أنه سواق وفما من عبية، حطوا عدد من العبية، فما من العبية، فما من العبية في هي هي الكار المفروض أنه هذا العبية لسليمة باش يلعبوا ماتش كوره ولا باش ماشيين يعملوا شيشه. قاعدين تبقى شايف على هذول اللي الناس هو ساعة فريق اتحاد بن قردان، لانه نعرف نصورش معناها انه فريق معناها في عراق اتحاد بن قردان باش يقوم مثل هذه الاعمال. دونك المسؤولين يظهر لي اللي قام بالعمل هذا يتحمل المسؤوليه نتاعو، وفريق اتحاد بن قردان مش مسؤول على الاعمال معناها شخص معين او فئه من الاشخاص او من المسؤولين ينتسبوا لفريق اتحاد بن قردان، لكن هذه جمعيه وبربي سامحني شكري مساش نقاطعك، خلي الناس اللي تسمع فينا باش تفهم، سواء معناها اهالينا في بن قردان ولا الناس الكل اللي يسمعوا فينا. راه تو مانيش قاعدين نحكيوا على جمعيه اتحاد بن قردان، نحكيوا على ناس وظفوا الجمعيه، ناس استغلوا اسم الجمعيه واستغلوا الحافله نتاع الجمعيه باش يسمصروا على رواحهم. معناها احنا شفنا قبل، شفنا مسؤولين تستعمل اسم النادي باش تبيع وتشري في الملاعبيه والمدربين ويعملوا ثروات، وبعد شفنا في مرحله اخرى مسؤولين يستعملوا الجمعيات لاغراض سياسيه باش يوصلوا يحكموا في البلاد، وتو وصلنا لمرحله ان الناس تستعمل اسم الجمعيه باش تكنتر، باش تعمل كونتر. هو حاطط الكار هذيك سامحني حيدر الكار لأن فيها السيجل متاع الجمعية، دونك البوليس اللي بشي يوقف يقول لك الكار متاع الجمعية دي ما نوحوهاش، تكمبري معناتها فما معناتها عمل الخبيث سوء نية من الأول صحيح. دونك كما قلنا يظهر لي معناها احنا نحكيه على أشخاص منتسبين لنادي اتحاد بن قردان، اتحاد بن قردان كما قلنا ننزوه من الأمور هذية لأنه نادي عريق الحقيقة، وأهلنا في بن قردان الكل يعرفوا الأمور هذية. دونك غريبة الأشخاص اللي يقوموا بعمل كما هكا معناه يوسخوا سمعة جمعية كاملة وسمعة جهة كاملة، الحقيقة لازم يتعاقبوا عقاب شديد حتى من طرف الأمنيين، لأنه مش معقول. زادة نعرف أنت الظروف اللي عيشوا فيها، الظروف الحياتية متاع اليومية، عندنا مشاكل معناها صحيح في التموين، لكن ما نوصلوش ان باش نستعملوا معناها حافله نتاع فريق ينتمي للرابطه المحترفه الاولى، لعب كان شارك معناها عنده مشاركات افريقيه وعنده ناس معناها يودي حتى ان شاء الله عمره ما شارك، معناها هذه جمعيه نتاع كوره، معناها ما تستعملش هذا. معناها سامحني تو الناس اللي هما من بن قردان ويحبوا اتحاد بن قردان ولموا بعضهم ولموا شويه فلوس وجابوا بوس كار هداوها للجمعيه، واحد كل اللي يدخل استاد يقص ب 10 ولا ب 15 نهار لحد ولا كذا باش يتفرج وما عنده حتى موضوع اخر بخلاف انه جمعيته تربح، ومن تالي فما ناس قاعده تدخل في فلوس بالطريقه هذيا. معناها هذه التصويره القاتمه تاع كره القدم التونسيه، راهو هذا تهريب تشد، فما برشا تهريب اخر ما تشدش. كما قلت لي حيدر يظل لي بدينا معناها تعدينا بالمراحل، مرحله التوظيف كره القدم في الامور الكل، في السياسه، في اغراض شخصيه، ولهنا معناها وصلنا حتى للتهريب. الحقيقه لازم نلقاو حل، لازم تقف الامور عند حد يظل لي وصلنا للاقصى حد يظل لي استعملوا فريق في تهريب مواد معناها مواد منزليه والا مواد معناها في استعمال اغراض شخصيه. الحقيقه يظل لي لهنا يفو ميتر ان بوان معناها على المشاكل هذه الكل. هذا هو الشيء اللي خلى رئيس اتحاد بن قردان يعلن على استقالته في الكونت اوفيسيال نتاعو على فيسبوك. سيد العرف اعلن استقالته بعد هذا، أولا من حقه، ثانيا أنا في بعض ما نستقيلش لأنه ولا عنده ذنب اتحاد بن قردان، نحكي إيكيب نتاع جمعية اتحاد بن قردان ما عنده حتى دخل في الموضوع هذا، إنما شخص ولا اثنين حبوا يستغلوا شعار النادي اتحاد بن قردان اللي هو عركار موجودة مش على أساس مليان بهالسلعة هذية، فما مليون في المليون ما فماش حتى الامل مش بوليس يوقف، لان البوليس كي يشوف الشعار نتاع اتحاد بن قردان ما يوقفهاش، يقول الكار نتاع الرياضيين هذيا ما تجيش البال يعملوا الشيء هذا. دونك انا في بقعه الرئيس ما هو حر في القرار اللي خذاه ومن حقه، لكن انا في بقعه الرئيس يلعبوا لي بالكار نتاعي ويلعبوا لي باسم نادي انا بلي يلزمني نشكي بهم. لا يظل السيد العرف يظل في اختياره انه يستقيل، يظل
تلمو معناها اللي الواقع هذه أثرت فيه خاطر اسمه هو في الميزان تودابور صحيح هو رئيس الجمعية تحبوا نذكره اسم الجمعية في الميزان ومعناه تشوف إنسان يتقلد مسؤولية في نادي تعرفوا في الظروف اللي فيها تو كرة قدم تونسية ومعناه سبتن ما يعطي من ماله الخاص باش يقوم بالانتدابات والناس اللي في بنقردين تعاون باش تعمل انتدابات باش تعمل فريق ممتاز ومن بعد يقع استغلال معناها الحافلة متاع الفريق اللي هو المسؤول الأول ومسؤول معناه على الفريق دونك يظهر لي نصور أنه خاصة جاتوا معناه عبارة يقول لك أنا قاعد نعطي في مجهودي ونعمل في أقصى ما هو بوسعي باش نطور من فريق ومن بعدها يجيو عباد معناها ما عندهم حتى علاقه بالكوره يجيو يستعملوا الحافله نتاع اتحاد بنقردين باش يخدموا مصالحهم الشخصيه دونك علاش انا نستقيل نفضل الاستقاله خير اذا ممكن ما تكونش العمليه الاولى قد يكون صارت عمليه اخرى والبحث يجيب ينجم يكون فما حد شيء ثابت هو كما قلت انت البحث يجيب وتتفهم العمليه هذول كل بيستو باش تعدى باش يوقفوا ايوه لازم فما ثقه في الكار متعدي بشعار نادي معقوله يعملوا هكا معقوله معناتها هذه معناتها حاضره معناتها خطه معينه مجعوله باش معناتها ينجموش يمنعوا بشعار النادي نتاع اتحاد بنقردان ولا معقوله انا بونيس واقف ونشوف شعار نتاع النادي الافريقي ولا نتاع النادي الصفاقسي ولا الترجي الرياضي متعدي نوقفها ما تجيش البالي باش نوقف جمعيه نتاع كوره علاش نوقف نوقف صحيح دونك هما يزون بروفيتي ما الشعار هذا نتاع النادي باش يستغلوا الفرصه باش ينجحوا في العمليه نتاعهم هذا هو دونك خليني نذكر فقط اللي خلطوا علينا توا والحافله اللي كانت تقل عدد من لاعبين ومسؤولي اتحاد بنقردان متجهه لسليمان تم ايقافها وبالتفتيش تبين انه فيها مواد مهربه قيمتها اكثر من 230 مليون معناها برشا حاجات القيمه الماليه نتاعهم تقريبا في حدود 230 مليون وتم تحرير محضر في الغرض باسم واحد من المسؤولين اللي كان على متن الحافله هذه نحكيو كرة بعد شوية نحكيو على ميركاتو ترجي والنادي الافريقي طيب المزياني بعد الافريقي بعد ترجي والنجم الساحلي يمضي لفايت النادي الافريقي كيفاش نجم يعاون طيب المزياني النادي الافريقي كيفاش ينجم يصير توظيف اللاعب هذا التفاصيل الكل بعد لحظات غيكاب سبور حيدر شرني غيكاب سبور كل يوم من الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية بعد فريديريكو بيكورو طيب المزياني كلوبيست بعقد المدة زوز مواسم طيب المزياني كما تعرفوا معنى تجربة كانت قصيرة في الترجي ذي تونسي النجم الساحلي ثم أبها السعودي والمفاوضات طوالت بينه وبين نادي الافريقي لحد أنه توصلوا الاتفاق اليوم وصح المدة زوز مواسم 27 عام طيب المزياني تعتبر صفقة ناجحة ساعة كنظرة أولى على اسم اللاعب وكاريير والفيكو متاعه تعتبر ضربة باهية بالنسبة لنادي الافريقي شكري الله يظهر لي كنظرة ولا تعتبر معناها محترمة وصفقة باهية بالنسبة للنادي الافريقي لأنه النادي الافريقي في حاجة اللاعب كما طيب المزياني اللاعب معناها يختلف تماما عن اللاعب الموجود في النادي الافريقي خاصة اللاعب الأطراف نعرف النادي الافريقي خاصة معناها مع طريقة اللعب بتاعه يستعمل برشا معناها اللعب على الأطراف دونك يظهر لي في البروفيل متاع طيب المزياني خاصة اللاعب عنده سرعة عنده معناها التوغلات خاصة زادة في الان كونتران دونك اللي سان جور رابيد جور اكسبلوزيف دونك ينجم يعاون برشا النادي الافريقي وحل من الحلول بالنسبة للمدرب سعيد السايب لانه كل مرة شفنا في النادي الافريقي نلقاو ملاعبي اللي هو يكون مهاجم يلعب اكثر على الاطراف كما حمدي العبيدي واللي وقتها يقع استغلال حمدي العبيدي في المركز الاصلي نتاعو كراس حربة مع علي العامري كيف يظهر شكري سامحني ميزان تنتقل انا وخوه هو سعيد السايب سعد بورا نقولوا مبروك على الانتداب نتاع طيب المزياني وهذا سيتانا في بيرسونيل واختيار لكن ما تشوفش هو انه لو ميم بروفيل مع بسام صرار فيه ما تشوفش لو ميم بروفيل مع ادم قرب يعني صحيح كلامك صحيح جو لو كومبران وانه على الاكسبلوزيفيتي والكل لكن ايزون لو ميم بروفيل سور لو كوتي دروا ايسون غوشي ثلاثة ايسون غوشي معناتها انت بصراحه نقول لك عندي نقول بديتك بسعيد السايبي معناتها ربي يعينه في الاختيارات صحيح سيت نجم نقول لك ان ريكروتمون بوزيتيف ما نقولكش لا لكن اتونسيون مادام عندي ان بروفيل انا عندي بس مزرف هل يعقل انا صحيح طيب المزيان ونقول لك لو بلوز اون فورم يلعب واللي يجيب لي نتيجه باش يلعب
اتونسيون زاد جو في بيرد كالكو جو باش نخسر مثلا نلعبهم الاثنين على اليمين ما تجيش. لا هو التفكير انه باش يمشي اكثر بتتر بسام صرار في كوتي دروا وطيب المزيني كوتي غوش. دونك المشكل قام في النادي الافريقي خاصه من جهه الرواق الايسر. شفنا براتيكمون الماتشات كل حمدي العبيدي اللي هو في الاصل راس حرب ولا تحت المهاجم هو اللي قاعد يستغل له كطرف على اليسار. دونك بتتر دابور النادي الافريقي معناها حتى في الانتدابات نتاعو تحس انه قاعد يبني في فريق لانه عنده ان اوبجيكتيف. الاوبجيكتيف باش يلعب على البطوله باش يلعب على كاس الكاف. صحيح صحيح. سي حتى في التفكير نتاع المدرب يقول لك انا نجيب ملاعبيه افيك دي دوبلور براتيكمون لا ميم فالور. لهنا يظل ما عادش عندك خيارات لانك في النادي الافريقي براتيكمون في لي بوست الكل عندك زوز ولا حتى ثلاثه ملاعبيه. كي تجي نشوف انت راه كلامك معناه لوجيك. هو دروتي يلعب هو دروتي دروتي يلعب اكثر كوتي غوش. كي تجي تشوف في النادي الافريقي يظل لي في لي بوست الكل عندك لي دوبلور اطراف يمكن اكثر شويه وسط الميدان. علاش فما يمكن شكون استغرب شويه حتى انتداب معناها اللاعب يكورو لانه لاعب وسط ميدان وانت عندك براتيكمون برشا ملاعبين في وسط ميدان عندك سويس. مي سمحت حب ولا ذكر اليوم انت داخل التروا كومبيتيسيون معناها باش تلعب الزوز مسابقات التونسيه وعندك كوب لاكاف لازمك كيب تيب ولازمك برشا زاد الناس تعمل عليها في البنك معناها بطبيعه الحال. هذاك علاش كيما قلت لك انا الاختيار لانه تو دابور الملاعب معناها سان ستيل اخر بالنسبه للنادي الافريقي لانه اللاعبين براتيكمون يلعبوا على الجهه اللي صار الكل في النادي الافريقي كسوا ان غوشي اللي استعمل برشا التوزيعات هو الى شيرشي اكثر انه ملاعبي يدخل بير لا بروفوندور يدخل بير لانتيريور كيما صرار في عاليمين شفناه في عديد مرات معناه يدخل بير لانتيريور. طيب مزيان كيف كيف اللي كابابل. شو التركيبه المثاليه حسب رايك انت في ذوما الكل في الملاعبيه هذوما ملاعبيه الاطراف نحكيو على صرار في وقرب ورشيد العرفاوي وطيب المزيان معناه شنو التركيبه المثاليه معناه زوز اللي اذا 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 وقع انتداب طيب مزيان نعرفوا لاعب دول يلعب في ابها زاد كيف كيف معناها سورتو هو كانت النجاح نتاعو اكثر شفناه في النجم الرياضي الساحلي في ستيل دو جو معين خاصه ليتوال وقت اللي تفك كوره وفي في في الكونتر ولا في لاتاك رابيد. دونك لهنا نلقاو قوه الملاعب لانه ملاعبي الى بزوان ديسبا معناه ملاعبين اللي حشهم بالاسباس لكن زاد حتى في الان كونتر اللي كابابل باش يمشي معناه يديفي لو ديفونسور يمشي يفسخ في واحد ضد واحد. نتصور انه التفكير باش يمشي اكثر انه صرار في باش يكون على الجهه اليمين طيب المزيني باش يكون على الجهه اليسار وقدامهم ايدو بيان سور لي دوبلور كل موجودين. زيد مع ذاك معناه البروفيل حمدي العبيد لهنا يكون بيان سور هو شوف هي اللي باش تخلق راهو الكونكورونس في الفريق واللي باش تطلع حتى من النيفو نتاع الملاعبين لانه شوف احنا وصلنا معناه شفنا النادي الافريقي مع الملاعبين اللي ما قصروش كيما حمدي العبيدي كيما ادم قرب كيما ياسين الدريدي كيما برشا ملاعبين صغار اللي وقت النادي الافريقي ممنوع الانتداب ظهروا المستوى نتاعهم على الاقل كي تجيب ملاعبيه باش تخلق انت الكونكورونس باش تطلع حتى من مستوى الفريق. وسامحني زاد معناتها الكلوب افريكان السنه باش تلعب شامبيونز الكاف بلا كاف باش تلعب معناتها بريتوندون تري سيريو في التيتر دو شامبيونان بريتوندون سيريو في الكوب. دونك انت فو دي دوبلور ما نقولكش لا لكن فما لو ميم بروفيل لازم توا على سعيد السايب علاش قلت لك ربي يعينه راهو الاختيار سي لو بلو ديفيسيل الاختيار وقت اللي يبدا عندك ثلاثه اربعه ملاعبين دون لو ميم بروفيل. اي مشكل تاع اثريه هذا مش مشكل تاع فقراء انت عندك برشا حاجات باهيين باش تختار منهم خير من اللي ما عندكش بيان سور. لا فما فرق كبير لي ريكروتمون اللي عملتهم كلوب افريكان سنه معناتها سي ان بريتوندون سي تري سيريو على الشامبيونان وعلى الكاف. وعلاش لا معناتها وقت اللي تعمل لك لي ريكروتمون كيما مثلا بسام الصرافي انا نقول الريكروتمون نتاعو خارق العاده يفو دير لا فيريتي. هذا هو خليني فقط في كلمه تعتبر انه ذا احسن افكتيف منذ سنوات طويله في النادي الافريقي شكري ولا عادي ولا رايك؟ في السنوات الاخيره با خلينا نحكي ونقولوا في الاربع سنوات الاخيره خمس سنوات الاخيره لانه وصلنا في النادي الافريقي وصل سيرتان مومون معناها برشا من اللاعبين موجودين في النادي الافريقي وفي المنتخب الوطني نذكروا زاد وقع انتداب برشا من لاعبين ملعب تونسي وقت جاو سابا سلامي لاصعد الورتاني برشا من لاعبين. دونك نتصور انه في المجموعه وفي الملاعبين الموجودين توا في المارشي ذول نصور انه ريكروتمون ممتاز بالنسبه للنادي الافريقي. الظروف الكل توفرت لا دوبلور موجوده في لي بوست الكل براتيكمون في النادي الافريقي حتى معناه ملاعب وسط الميدان اللي حكينا عليه بيكورو ملاعبي بوليفالون دونك يلعب لك تحت الاتاكون يلعب روليور ينجم يلعب سنتينيل معناه حتى على اليسار يلعب يلعب هيركوش يلعب القدام براتيكمون على الجهه اليسار الكل. دونك يظهر لي الظروف الكل وفرتها الهيئه
في انتظار معناها لعب على الأدوار الأولى وتتويج بطولة تونس ولا خاصة زاد كاس افريقيا اللي معمل عليه برشا نادي الافريقي. هذا هو هذا كل شيء تقريبا في ملف انتدابات نادي الافريقي. بعد شوية نتحدث على الترجي الرياضي التونسي اللي يصحح الموهبة جنبية هكا قاعد يتقال على لاعب جديد في الترجي التونسي. الترجي اللي يوصل سلم في واحد من مواهبه الكبيرة. بعد شوية لحظات ريكاب سبور حيدر شرني ريكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية. في الأيام القادمة قبل ما نتعدى الترجي هم الأفريقي في الأيام القادمة ينجم يوصل قرار منع الانتداب بالنسبة للنادي الأفريقي. وعلى ذلك يمكن لاحظت الهيئة المديرة عملت البلان معناها خذت الملاعبية حاجتها قرار منع الانتداب اللي في علاقة بالعبيدي زكريا العبيدي فلوسه اللي مازالت ما خلصتش. على ذلك إدارة النادي الأفريقي عملت كل شيء خذت الملاعبية اللي حاجتها بهم الكل وصحت وسكرت الموضوع. دونك بعد كي تجي العقوبة ما تكونش مؤثرة يكون نادي الفريقي خذا احتياجاته الكل. خلينا نحكيه على ترجي تونسي اللي تعاقد مع مهاجم مستقبل سليمان كيبا سوي من غامبيا عمره 20 عام مقابل إعارة محمد ريان حمروني ومبلغ مالي. أنت عندك تفاصيل مبلغ مالي شكري؟ لا تبلغ عندي تفاصيل انتقال حمروني من حملم إلى ترجي تونسي. أوكي. في عمر صغير ومعنى لعبي اللي كانت اللي عنده امكانيات ممتازه واللاعب الحقيقه انا في اعتقادي انه ما خذاش حق الحمروني في الترجي الرياضي. اي بالضبط. وقلنا ترجي سلف الترجي من حملم عفوا حيدر معناها 160 الف دينار في عمر وقتها في الاصاغر. دونك مبلغ محترم مبلغ كبير على لاعب صغير بالكل. دونك اللي يهمنا اليوم نحكيه على كيبا سوي مهاجم مستقبل سليمان ينتقل لترجي الرياضي تونسي. ترجي اللي يسلف في اطار الصفقه هذه اللاعب محمد ريان الحمروني مهاجم جنبي صغير قاعد يتقال عليه برشا كلام شكري كلام ايجابي الكله. ما نعرفش شنو نجمو نزيدو في هذا الموضوع. هذول ملاعبي ديجا معناها جا المستقبل سليمان معناها في جويليا نلقاه تو موجود في الترجي الرياضي التونسي. يظهر لي الترجي بعد مقابلات خاصة مقابلة ودية من مستقبل سليمان كان عين الملاعبي هذا. واصل الترجي في السكاوتينج بتاع الملاعبي خاصة معناها تبع الملاعبي في مقابلة الأولمبي البيجي أمام مستقبل سليمان. كان حتى معناها المسؤول الأول المدير الرياضي اللي هو سيد طارق ثابت كان تابع الملاعبي هذا وفي الأخير اقتنعوا بانتداب الملاعبي لأنه شافوا فيه الخصال الكل متاع أنا خليني نقول مستقبل مهاجم ممتاز لأنه حتى معنا اكتسل المدربين اللي أشرف على الانتداب متاعه اللي هو محمد المساني ولا حتى المدرب الحالي اللي مستقبل سليمان اللي هو محمد العياري. كل الأخبار تفيد أنه ملاعبي عنده إمكانيات كبيرة برغم صغر السن متاعه. ريست من بعد تو سيري ذا يزيد يعطيك لأنه معنى مساج قلت لي حاجة في الأوف مساج خليني استفهمها شبوه حتى شبوه بشوية بالستيل دو جو بتاع مايكل نرام وملاعب اللي قادر أنه يلعب بالظهر ومام تو معنى يطلب في الاسباس. دونك ملاعبي عنده ديتونت مزيانة. دونك براتيكمون الخصال متاع ملاعبي موهبة خلينا نقوله موهبة صاعدة باش تكون عندها كلمتها في الترجي الرياضي التونسي. هذا ما نتمناه للملاعب ينجح خاصة ترجي المشاركات الافريقية متاعه إلى بزون دو ملاعبي كيما هكا. ريست من بعد اللي متنساش الملاعبي 18 سنة دونك مازالت ما لعبش حتى مقابلة في البطولة التونسية. التأقلم متاعه في الترجي باش يكون سهل ولا لا؟ تعرف الترجي فريق جماهيري فما ضغط جماهير فما ضغط متاع نتائج. لكن اللي تقال عليه انه ملاعبي كيما قلت لك ملاعبي حتى زاد عنده ساق اليسار 86 18 عام ويلعب يستعمل حتى الساق اليمين. عنده تير ممتاز معناها سان فولون زاد في الان كونتران ملاعب اللي يعرف يفصل اي سورتو زاد في لاكوفرتور دو بال نتاعو ملاعب ممتاز قا ظروف باهيه في مستقبل سليمان. عرف كيفاش المدرب معناها يدخله في المجموعه الانتيغراسيون صارت في سليمان. دونك هذاك علي شفنا ملاعب تالق مع مستقبل سليمان خلى الترجي الرياضي التونسي معناها ينتدبوا لانه زاد الى بوزوان دو سو جون دو بروفيل نتاع ملاعبيه اي سورتو ما يدخلش في الكوتا نتاع الملاعبيه الاجانب بما انه صغير المنتدبين بيان سور خاطر العمر نتاعو 18 19 سنه. دونك نجم الترجي الرياضي التونسي عاول عليه خاصه في البطوله اون اتوندون معناها الكاليفيكاسيون للتشامبيونز ليغ ونجم من بعد يدخل. الترجي عنده مده ما اكتشفش ملاعب اللي نسميوه موهبه. تو قاعدين نتكلموا راه الكره مازالت ما بانتش معناها وهذه كلها اسامي واحصائيات وارقام كل
خذيتهم الافريقي ولا الترجي ولا اي جمعيه تاخذوا انت يبدا ساعات تاخذوا ويتعدى هنا بيرسو في التيران يبدل لك الموضوع يولي هو احسن لاعب عندك وساعات برشا حس وبرشا كلام وما ترى شيء من بعد دونك رانا قاعدين نحكيوا على انطباعات على ارقام الكوره من بعد والتيران هو اللي يعطينا الفكره رضا هايدر الكلام اللي قالوا شكري ملاعبي وباهي ودرشوا هل الترشي بعد ما عملت ريكروتمون تاع رودريغيز وزادت تأكدت ببن حمودة باش يكون موجود والاسبيرانس داخل على مقابلات إفريقية وبطولة هل اللاعب هذا اللي عمره 18 سنة حكمنا عليه وعندي ثقة في العين الفنية متاع طارق ثابت ومتاع المعين الشعباني والإطار الفني متاع الترشي عندي ثقة لكن متى ستستعمل الترجي الرياضي اللعب هذا؟ متى بأي مباراة؟ ونرجع لكلمة يا ولدي تلعب في الترجي مع كل احترام من النوادي بربي يا سادة مستمعين ما تفهمونيش بالغلط راك تلعب في الترجي تلعب في الافريقي تلعب في النجم الساحلي تلعب في صفاقس تلعب الاكيبات هذه اللي تمثل تونس وتشارك وهالجماهير هذه هانا نشوفه ما نحبش نقول مشاكل بتاع الجماهير لكن الجمهور ما يصبرش الترجي ما عندهاش وقت باش جرب ما فماش تجرب ما فماش وقت حيدر تو مثلا الجمعة هذه عندها ماتش في كوب دافريك تزم لعب جديد وعمره ما لعب وتلعبوا نسمع حمار تخسر الترجي ايش عملوا هي رو ادي كي باش تعمل الكلوتمون تاعك ما تخممش كان على السيزون هذه ولا العام الجاي دي ما تخمم وقتاش باش تحديه فترة اللعب هي اليوم تعرف فما رودريغيز مازال يعني جبت وانا مشيت انا بربي سمحت نجيبك على هذا رودريغيز مازال ماهوش كاليفي عندك محمد علي بن حموده وعندك بريم بريما قد ما خذ ليشونس نتاعو معناها مفكش بلاصتو عندك معناها ريال مو عندك مهاجم واحد وزيدو اللي جا من ايطاليا الساحلي فهمني حيدر عايش خويا انا جون سو با كونتر لو ريكروتمون انا سالت سؤال هل اللاعب هذا باش ياخذ فرصه باش يلعب ولا لا هل ينجح ولا لا على خاطر لعب ماتش ميكان مع سليمان ضد الترجي نجح ويمكن ينجح زاد ممكن نحط له حاجه اخرى ممكن ما ينجح ياخذش من اللعب ما يقبلش الضغط المسلط صحيح فهمت حيدر انا جون سو با كونتر لكن الملاعب هذايا شنو نقول انا نعطي رايي الفني المتواضع كنت ممكن نعمل انا كور مع فريق الاتحاد السليماني هالملاعب هذا يقعد عندك يلعب ماتش سيزون كامله في سليمان منه يلعب الكومبيتيسيون سي امبورتون يا حيدر بعداش العام الجاي ناخذه على الاقل لعب 20 ماتش و 22 ماتش معناتها ويدخل في الكومبيتيسيون نتاع الشامبيون نتاع تونس والعقليه نتاع الملاعب نتاع تونس والفستير نتاع تونس هذا الكل له وقت الترجي ما عندهش وقت باش تجرب هذا كما قلنا بعد ترى هو اللي يعطي الفكرة صحيحة هذه الكل كلام ونظري زادة كلام ونظري خلينا نمشي نتحدث على نادي صفاقسي غدوة اجتماع مهم جدا للجنة العليا للدعم تفاصيل بعد لحظات غيكاب سبور حيدر الشرني غيكاب سبور كل يوم الاثنين الجمعة من 6:30 للسبعة متاع العشية اجتماع مهم جدا غدوة للجنة العليا للدعم موجود معنا بالتليفون رئيسها سي مهدي عبد المولى اهلا وسهلا سي مهدي اهلا وسهلا حيدر مرحبا ليش رئيس اللجنة العليا للدعم هذا رئيس سوسيوس سوسيوس تشرف على البيريود دي يا خويا انت تحب كان تحب نشوفوا كان وصلوك معني مش مشكل مش مشكل هذا شوفوا عندي سوسيوس وذاك اقبل كل شيء يا خويا ان شاء الله ربي معك مهما كان موقعك دونك اجتماع مهم جدا غدوه في علاقه بوضعيه النادي صفاقسي شنو نجموا نفهموا على الاجتماع هذا شنو باش يصير فيه تحديدا هو نهار 24 اوت وقع اجتماع تاع الهيئه التسييريه بحضور أعضاء الهيئة العليا للدعم وهيكل السوسيوس وتم اعتبار انتهاء المدة النيابية تاع السيد عبد العزيز بقلوفي الرئيس للجنة العليا للدعم اللي حق قام بخدمة كبيرة ياسر وعطاء قام تضحيات مادية ومعنوية كبيرة وحبينا انه يزيد يقعد لكن نفهمه فاستناب الفراغ اللي هو مش باهي في أي بلاصة وقاع تكليفي مع الخيال سي محمد خليف وأحمد مصمودي ومهدي فريخة باش نحكوا على دعوة اجتماع الهيئة العليا للدعم
باش نلموا فيها العائله الموسعه وكبارات النادي، باش ننظروا في موضوع الرئيس الهيئه، يعني ينجموا يقعوا اقتراحات كما ينجم في وقتها في بلاصته معناتها نلقاو رئيس ويقع معناتها التوافق عليه. الموضوع والفترة حساسة، علاش نقول فيها سي اس اس؟ خاطر الحاجة الأولى التسييرية توفى صلاحياتها نهار 24/6. شكون اللي باش يمدد التسييرية ولا شكون اللي باش يسمي تسييرية جديدة؟ هو الرئيس لجنة العليا للدعم. إذا كان اليوم ما عندناش رئيس وعندنا تسييرية توفى 24/6 باش يقع فراغ، والفراغ هذا ماهوش في صالحنا بالكل، خاصة أن البداية تاع البطولة بديلها تكون ترامات ترام فيكتوار، ماذا بينا نقعدوا على الريتم هذايا والإكيب ما تتفرعش بهالفراغ الستركتورال، فهمت؟ دونك تصور اللي فما حضور مكثف وباش نخرجوا على الأقل باقتراحات. واضح، ان شاء الله تنتبعوا معكم الاجتماع هذا سي مهدي عبد المولى، نشوفوا شنو المخرجات نتاعو وكيفاش ينجم يلقى حلول للوضعيه الحاليه. ما نعرفش هذا هو تقريبا سي مهدي. اي انا نطلب بس الناس كل تكون حاضره للماكسيموم، وفما الامكانيه اللي بنجمش يكون حاضر في النزله اللي باش يقوموا فيه يقوموا به الاجتماع، يا تزول لا بوسيبيليتي باش يبدا حاضر التلفزيون. هذا هو هذا هو. شكرا ليك على هذه المعطيات، كملنا هكا ريكاب سبور. شكرا شكري يعطيك الصحة. شكرا لك زعلاني رضا بوراوي كالعادة متميز متألق وناجح وحكيم، يعطيك الصحة على كل اللي ضافت.